سؤال مرك دلنا إذا واحد تاي حدية إسماعيل هنية إيران أن لوش القولين مع قدر سو سقو قدر دجن معني إسرائيل سو قدر كمد لي كريم قدر إيران مدي حوق بدن مع إيران مركو تجي هدا على مسار كان أجره معني جورجيسي جنتال لوجو جليي قدر سو لوجو مجلين كريم سؤالها سام عني يلا أدوجنا حقو قال سردون باتهاي صوماليا سردون كدي بدأ يجودها بقى وش قيي دأوين إلهي بدأوين عمري قال الله بركة يو معني محاك عجب حاي شرقال ميو إجي هاي مسوى حوي وعادي وحن واشر قال استعد كده هاي كسعة يوم نجا والو مغلى يا سفي عن استبرني قو فيري وحيلان مهاجر أدير والله سمعي ونين كان شارد ما إيماني أو ماشى لوجو ورعي نين كان واجوري صدق عيشوا بيه وحلو كل من ملحويني وحلو كل من نين كي وها إن سول فادر كه إيماني رجع صوره هو كل من واسرع شيء تلو حلو جدا كده خليش كده إحنا يسمع صوخ أنا جو أقولي إيش من قوي أنا أرسلك إيش على صورة مين نين كان أستجع هذا وحلو دي لينه وشك سنيد عمره شنكا وحقولها لأن ما يجي يودي وحروسة حرس الثوري ده مثلا أنا حرس الثوري محلي ده حرس الثوري وهم ليش هو أبش إلى نين لقنا هذه كمل هذا الرأي التليفون كوحير نقول له هو ورك حاجة أدب مهم وياه هي أرنت عن معني ويتابعنا إسا مارك إسا معني ضد ضد سيد اللود لينا إلا هذا لمشيين خارو حيت ليهم وحالودي إن هاي البضاعة لودي مشى خارو حيت ليهم ديار ديرو درون أتيم خارو حيت ليهم ديارو حلاصك عشان إف تين يروح على نوع عشان أنت أرين كمها أرين خصية حماس يروح يدو أرين هو أرين خصية إيران إسرائيل إيران إسرائيل من من المسلمين دجال يعني مشي كل كده حيسه هالمرة واحد يدو فهالمرة راح نقول هنا لكن واحد كسر ده واحد تاعي كان ده رومانت مريكان كود عادي مريكان كأسرع بلان خادي إن عن على التعاون دون مهما كان جرنسية لسي إن قرار حماس ما أنت واتو بلينك إليه وحسيب فواني سا شكالي أحيد إن نبض ماشي إكاء مهدو وحبد جيوهين لجارو الرماح ناسودان واسوح الحرين لكن من كان وحا عاد إلي ماشي كجرين كواسيس وحكدي شيء أوبيغا وشيكيس كعد وشلي مهيمان درد مهيمان تجح شيء جوهي وحول حضر دير لجلي قلون كادن وحول بو دكا إلي هادلي مركا حالي مركو سرادي فيجر كدبتي ما إن خضر وحلو بصو حرين إن كان لسيك إن انترنال أفير وكجري إيران تحذي ذا تميش وحلو قلي ودكا جيت الوصو فرح لكن أقول تاعي إن إيران تحديدا أي شيء كانوا كدعوي أو يحكوا إباين من قال لي إن حرس الجمهوري وهي كورنيل سؤال شماش طلع وحيد هاي ما أنت جودها نقولي دون حتى إيران تنفس الديدة سيدا يقول لي سنتهاي يقابهان وحن ربع هذه إسرائيل أي دي لي سنة كان كذر أو قليل كقطع الله سو كم دي لي كرين سو قنطال معني ماشى سو مجد وفعلاً ولا أد عايز أعلمها ماشى عايز أعلم بيني وحدي شهادة وحدي ليش إسرائيل حدث وحدي ليش ماشى ماشى أبو وصل أنا وحدي شو ومو باهنين بين إيران تك لكن إيران تاو حالة تساعي إذا نفتى إيران كسر جاري كرنا أو واحد من خصوصا ما ينكرنا أين الرالي كتها إيران ونرالي كي هينك أوين حوا إن خمان نفس واي واجد دواسو عطا دل كريسي اسماعيل هانية وحا دم واجد دواسو عطا ملعنو غارد الكيسة اي شاكا واجد دواسو عطا ووح سلسلات حرنا واي سؤال شماش صباح ايسا وحي تاي ورر اسخلاف سراك صباح اي قارو حيليهين اسلا ايران معني قنطال كان قدو كيما هذا قارو حيليهين بنام كيما هذا حدبا حدي ايران لقود دي لينك عنه oo markaysay Israa'il ay soo duqaysay Iran waxay ku soo xadgudubtay markaas Iran amaanadii bay dishay aaway falcelintii Iran aaway falcelintii Iran waxa la isku haystay waxay tahay
مرتي أي كود شيء غرية إيران إيران مرتاد يلود إيران أمن معه مرت مرت إيران يو إسرائيل وحيا الله بدنا نحشيش فيهم إيران تنفتر وحيا الله حشان أمريكا إن إسرائيل وحيا الله حشان وحيا الله عطس يد الله خليش من كان وحوي ذل كيسة إيران كذا بس إسرائيل جهكم الله وي waxaan hore u baranay Iran in mar dhexdaasa diblomaasiyinteeda lagu laayay Syria iyo dhulkaasi markay ka dibna ay tiri waan u jawaabaya jawaabtana ay soo sheegtay ay tiri gantaaladeena intaas ay soo socon doonaan oo Israa'il ay markaysay dhulka hoostiisa ay sii gashay haddana gantaaladaasi waxay noqdeen qajaar oo macnahi qof wax ku gaaray mobile saasa arintina saasay ku dhamaatay marka shakigi aha Iran إن أي إسرائيل لسه فنتها أي لسه قيس برجع دحه يرجع البيت كأي سمايستن ما مودا إنه حوجي سنة أي حد عدي هنيه ماشاسي معني لغو خارجي هذا إيران على مركي أو حزب الله نجد اللي نيجي قاعد يسمير ها يعني خاصة نصر الله فؤاد أشكر حلي ساكن من كان الله عمي مركي إيران وبعد وحالي لها قلنا واحد سيد قليو دولها خليج مريكان كان استعماله وي مريكان كان استعماله إيران أس كوحرنا إيران تهدد شوكته حقيقة صوب اللابطي يانا لستي سيدي دابا ما إيراني انت لستي مسجع عن غير قلبات با قيب كاهيد محاك أكتح خير وحان كل شيء بحط إيران مركو ربوحي هيد خاعدة مركو ويدو بحلاوي شاح إيران نحو سميين إنو اسفقرو باللاوي oo qaadinka heshiis la gala doonaan sida khaliiga farisiga ay yiraahaan khaliiga carabi uu baa xiraaf sanan iraan wax leeyahay ee jirta wax leeyahay khaliiga carabi khaliiga farisiga uu haastaan iraan waa doon doonaydii doono shaqala ah doonaha laba loo kala qaada mid wadanka uu shaqeeyo iyo mid wadanka kale uu shaqeeyo sida imaraad oo kale waa doon doonaydii israayil uu shaqeeyo wax walba israayil uu sameeyaa ماشي ضغطنا على جلسة عم على هذا جلسة عم السودان هذاك تو عم هذاك تو إن سوماليا وحاسودا إسرائيل وش قيسا إسرائيل وحاسو ميسا بس كذا هو خبطه والإنسا ما راح إمارات قالوا لكن عملية براكت قالوا وح ماشي غوصة إسكالة وإسرائيل ما مركو دول وزيه شركة وحوصوا على إيران أصل كذا يا أساسي وحاسو مين اللي عبد الله ابن السبع كسر جيم حوها إن يهود اليوم أشتغى شيء عرضا أساسي بقى وحيهم بقى مركا يا بين وش يا حزب الله يا حوتي يا إيران يا يمكن كان سوريا يا وإن كون العراق جوية مخالف وحيلة هو دمبا ووح إسرائيل أي سمعت حتى في أول أكتوبر دعري يمكن كان أي قبلان إسرائيل إسرائيل هنا جت كفطي شيء وحشة أدردار أي كباب ليسوا قلبا وهي خزوة وميش الوبا حني حي يجيك إنديا كإيمانا هي إلا إسرائيل بسيح حراء إبوة إلا أغمر بلها مضيق هورمز لعلا هذا بريز بذيش إيران ميش الله ليسوا قلبا وانا خريدوا وقينا سنها وحتى كهر مركض الوراء هاتي كوريش ويوم جيت كان سمعين هنا دريخا وحاوي وحسومرا إنديا بوبا وحكي مالس إلا إسرائيل بوكا انتمر marka waxaan Iran la yiraahdo ma jiraan Iran waa dowlad adag ku ah waxa ku hareeraysan waa shaashaatay ninkan wax ka saalina diin qabar lagu dilo waxba ka qaadatay in qabar lagu dilo waa waxay ahayd waxa in kun yaraha waxa ugu saalina meesha qabar waxa jiro bes ugu maraykan kale ee telecommunication go adin ku meesha kama mustawa waa duuxa duuxa lagu dilin intee lagu dilin Iran إيران هذا محسومين إيشا وحبنا مسلمين إيشا لو درون الدنيا إيشا إسرائيل يسكو كذي أمي الله كبرسون إيشا ومن الله لجيري ميت جلان ملاح أو حكي مر ملاح ملاح وينو هني كنا جيري يقول ولا نقول دل هذا يا ما هني إسم عابية وملاح وينها نحماس مرت مرت يقول ولا نقول دل الله كم مسؤول دل كين وأنا كجواب تا شاها تبا لكن جواب أوس ملاح إلا هذا إيران وحكوه رأسين تاي سيئل لو ديلي فلين كاسي هذا الصوبعين سيئل لو ديلي إلا هذا ما شيئ كرني كله مدرهم با ما إسفرحسا ما ما كحرس الثوري ما ماشي قوة على السن إيران
أنا أقول لك 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 أنا أقول gutada oo commandoska ugu adag middle east markii dagaal la yiraa laakiin waxay u dhisan tahay in la wax soo geliyo nimanka qaliiska kaliya cid kale maaha marka meesha waxa loo galay ee sida loo galay meel la gali karo maaha meesha laakiin waa la galay hadda xalad kale oo la galay oo shabaab xalad la galay waxay rawaan kasoo soo biyeen ee jamiiliso oo masal ay ku soo dilaan meesha marka yaa ka mas'uul ah marka UN ka mas'uul ah وأنا أقول لك لكن ذلك عن دعي سيدي ودعي أن الله هذا موغي وحسوبينا نتيجة إيران كسر بحرة أيها الشيء ودون طلبات المحور بنيمين التناحو معها كلية أن يوانك بنيمين التناحو مريكا نفتي سو كدق فورس لي لأن وحوقي هاي مانت الديمقراطية وحي كفاري وحي استعمالها يا ضعف أمريكا كجيرا مانت أه مريكا نفتي دورشة كسعطة بنيمين التناحو ما وكانت مستي ممكن ان بيدل يو هاريس يوان بنيت ناس عادي سيويا ان ترامب وانكسي ان جولان هايسكا وانكسي موها حتى جولان هايسكا مكيري ايران وحكومه فتي اما حزب الله وحكومتي او مبالغ وجرزي والودلي استغل اذا كدم بشي وسيم روح الحرني مركا ان في ردل كان انو سياسي سيما ويجي هاي او معني نتنياهو انو كاراي النبض اني دلته markay said doorashadan hadda haday timaado Trump oo qoyga kuriya xataa macnaheedu gaamiyiisa la kulmay oo nabad u ololeeya ruushkana u dhaw waxa soo dhan inuu ka sii hortagayo hadda colaad u sii hurinaayo oo hadii xisbigan dimuqraadiga colaada badan meesha uu ka baxana toos mareekanka dagaal in loo sii galiyo macnaheedu inuu doonaayo ma mooda dagaalkan marnaba aanu istaagin Netanyahu inuu sidaas qorsheeyo dagaalkan dagaalkan hadsinno muqul taaga dagaalkan waxa kaliya uu ku salaad karo waxa Mareykanka uu yiraahdo Netanyahu ee beelo Mareykankan ma dhigi karo hadda Biden iyo Trump waxay dhigi karaan malaha laakiin Trump dad yar ku celi hadii aan soo noqdo 24 saac iyo ma qaadanayso dagaalkan Ukraine iyo Russia Middle East anaga ka wadiin nabo marka inta ka imaanayo ninka muxuu aha Trump Netanyahu wuxuu isku dayaa Middle East oo dhan inuu horeeyo si uu credit u siiyo Trump oo nira walaay Trump baa waxaan kan wadaan kala joojiyay waxaan kan kala sameeyay way lana democrats waa u dhamaatay way laakiin laakiin adduunka markii hore dimuqraadiga nabad baa lagu yaqiinay republican kana waxa lagu yaqaanay dagaal sida Bush iyo Bush W Bush iyo kulli laakiin hadda ma moodaa inuu cagsi yahay oo dimuqraadigi oo nabad lagu yaqiinay dagaal inuu noqday markayse republicankii ama jamhuurigi dagaalka loogu yaqaanay nabad inuu noqdo dhanka caalamka marka loo fiiriyo hadda fiiri in ama dimuqraat aan noqoto ama republican aan noqoto meesha waxa yaalo waxa way dimuqraatiga waa marka ugu xumeed ee madaxweynuhu noqdo waa ninka Biden oo magacaas uu qabay waana meesha ay ka faa'iideysan Israel dadkii ku jira ninka Biden Biden mareekanka wuxuu galiyay hub uu ka soo baxay marka jamhuuriga hadda wuxuu isku bedeli doonaa inuu sameeyo suu asaga rabo laana adduunka waa isku bedelay shiineeskii ruuskii wuxuu dhan soo socon Soomaa marka waa in Trump la siiya credit cusub si uu loo yiraa Trump waxaan dhan ka dambay asaa maamulay asaa sameeyay asaa yeelay marka waxa soo socda waxa waay in mareekanka sumcadiisa uu ku soo ceshtay adduunka oo noqdo leaderkii marka waa adag tahay soo noqda soo noqda Trump xataa Yurub ay dhibaato ku haysaa way Yurub waxay shingiraysaa kriis cusub oo dhaqaale
ترامب waa buu ku jira hadaan soo noqdo yurub mar dambe kama yeelay in NATO anay kaliye dhaqaalaha bixay waa in wax oo dhan ay la diiban hadii kale waxaan ka soo xiranayaa beesiska iyo ku yaal yurub ay iska daafacaan way ma mooda marka ma arkayse in nabadii bariga dhexe ay si adkaanayso marka rajadii yareyd hadii la dilay bariga dhexe